امبارح اول بث مباشر الي على اليوتيوب ورجعت اعمل بث مباشر على اليوتيوب ان شاء الله. اجا شاب سالني بالتعليقات قال لي يا نيمو بدي اياك تشرح لي عن دريم هاك. ما كنت بعرف شو هي دريم هاك لانه اصلا طوله كتير لسه بطوله دريم هاك من وقت تسجيل هذا الفيديو. هاي البطوله يا شباب رح تكون على 250,000 دولار. ان شاء الله انا هلا رح اشرح لك كيف تسجل بهي البطوله وكيف نظامها وامتى اوقاتها وعن كل شيء عن هاي البطوله. رح اتركك بهذا الفيديو ان شاء الله رح تكون عارفان جميع المعلومات عن هاي البطوله وكيف تشارك فيها. فعلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد شباب بالنسبة لبطولة دريم هاك. ولكن قبل ما نحكي عن بطولة دريم هاك انه هي مقسمة لاربع اقسام، تشترك بالقناة تفعل زر الجرس مشان اي شيء جديد بيصير معي او اي شيء بيصير بالنسبة للبطولات واي شيء فورتنايت يوصلك دغري اشعارات، كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 لو حابب تستخدمه وحبيت المحتوى ظاهر امامك. بالنسبة للبطولات يا شباب شو هي بطولة دريم هاك ومين اللي منظمها؟ بطولة دريم هاك منظمة من قبل منظمة دريم هاك او مهرجانات دريم هاك للمهرجانات الالكترونية او رياضات الالكترونية. هي يا شباب هي دريم هاك اللي منظمة هاي البطولة وعلى 250,000 دولار من داخل اللعبة، يعني ما بتضطر تعمل اي شيء من خارج اللعبة غير شغلة بسيطة لما تسجل. هلا حقلك اخر شيء كيف تسجل بالبطولة، ولكن هلا رح اشرح لك كيف تعمل البطولة وشو هي البطولة بالنسبة من داخل اللعبة بعدين ننتقل لخارج اللعبة. اول شيء هلا في عندك التورنمنت الاول اللي هو بيكون الهيتس، اللي هو اول شيء بيكون التاهل او التمهيديه اللي بيقولوا عليها بالعربي الدوره التمهيديه. في عندك اثنين مثل مظاهرين امامك يوم 19 سبتمبر، يعني يوم 19 هذا الشهر كله، هذا الشهر يعني شهر 9 عم نحكي كلياته بهذا الشهر. بالنسبه لاول تنتين اللي هنا اللي حيكون مباريات تمهيديه، اللي اول شيء اللي حتخليك انت تلعب اللعبه مبدئيا رح تفتح يوم 19/9 ان شاء الله، يوم 19/9/2020 الساعة 5 هي بتوقيت السنترال الاوروبي، يعني بتوقيت مصر الساعة 5 وبتوقيت السعودية بدك تزود عليها ساعة نفس الشيء. يعني انت بدك تعرف على توقيت السعودية بدك تزود عليها ساعة، هاي توقيت مصر وهي توقيت السعودية، يعني الساعة 5 توقيت مصر والساعة مثل مزارعرامك بدك تنقص عليها ساعة بالنسبة لتوقيت السعودية. طيب هلا قلنا لكم عن الوقت يا شباب، الوقت بدي ضل اقوله ما عاد ترد عيد انه بالسعودية وهيك، انا بس بقول لك الوقت وانت لازم بقى تعرفه لحالك. بالنسبة للوقت يا شباب مثل ما قلت لكم وانت التاريخ، التاريخ 19/9/2020. بالنسبة للبطولة الأولى اللي هي رح تأهلك للنصف النهائي لازم تكون من أفضل 750 لاعب لعبوا هاي التورنمنت أو لعبوا هاي البطولة بشكل عام. يعني كنت تلعبوا مثلا انتو كذا واحد، ال 750 منكم لازم يكونوا من افضل لاعبين لحتى يتأهلوا على نصف النهائيات. هاي اول وحدة شرحناها، اول شيء التمهيدية او اول شيء اللي هي رح تعطيك البوينت او النقاط. وبالنسبة للتانية الجولة التمهيدية التانية اللي هي رح تعطيك البوينت مثل ما حكينا، بالنسبة لهي يا شباب هي رح تكون التانية، هي رح تمتد من يوم 19/9، يعني يوم 19/9 الساعة 9 بالليل لنفس اليوم، يعني 20/9 للساعة 12 بالليل، يعني بقى 3 ساعات رح تمتد من الساعة 9 بالليل بالنسبة ليوم 19/9 للساعة 12 يوم 20/9، يعني لما يقلب النهار، قبل ما يقلب النهار بدقيقة واحدة بتخلص البطولة. تمام، هيك بتمنى تكونوا عرفتوا الأوقات بالضبط. بالنسبة لهي كمان نفس الموضوع، أفضل 750 لاعب رح يتأهلوا للنصف النهائيات. هي اسمها الستيج 2 او هي المرحلة الثانية، هي اسمها الستيج 2، هي اسمها الستيج 1 مثل مظاهر امامكم من داخل اللعبة، هون ليكا مكتوب ستيج 1 وستيج 2. هلا بقى خلينا ننتقل للسيمي فاينل او للنصف النهائيات. نصف النهائيات مثل مظاهرة امامكم، خلينا نشوف المعلومات الكاملة تبعها. بالنسبة للمعلومات الكاملة تبعها ان شاء الله يوم 20/9 رح تبلش معنا نصف النهائيات الساعة 5 العصر للساعة 8 بالليل بتوقيت مصر، وبتوقيت السعودية بتنقص عليها ساعة. بالنسبة للسيمي فاينل او نصف النهائيات رح يتأهل افضل 100 لاعب من اللاعبين اللي تأهلوا عن نصف النهائيات للنهائيات يوم ان شاء الله 20/9/2020 الساعة 5 العصر بتوقيت مصر للساعة 8 بالليل رح تمتد البطولة. هاي بالنسبة للسيمي فاينل او نصف النهائيات اللي هي رح تكون يوم 20/9. وبالنسبة بقى هلا خلينا نشوف النهائيات الفاينل. بالنسبة للنهائيات يا شباب، النهائيات مثل مظاهر امامكم بتفوت عليها، بتفوت على المعلومات تبعها. النهائيات بدي اياكم تركزوا عليها مزبوط لو انتم فعلا بدكم تلعبوا البطولة وحابين تجيبوا جوائز مالية عالية. بالنسبة للنهائيات ان شاء الله يوم 20/9/2020 الساعة 9 بالليل بتوقيت مصر، الساعة 9 بالليل بتوقيت مصر، هذا بالنسبة للسنترال الاوروبي انا كسرت لكم اياها على توقيت مصر.
وان شاء الله رح تمتد معنا للساعة 2:05 بالليل، يعني كل هاد رح تكون البطولة. البطولة يوم 20/9 بتبلش الساعة 9 بالليل بعد صلاة العشاء، يعني يوم 20، وبتضل البطولة ممتدة لما بعد منتصف الليل للساعة 2 الصبح، تمام؟ 2:05 بالضبط ليوم 21، يعني ليقلب النهار. هاي هي الفاينل. بالنسبة للفاينل يا شباب، مو مذكور اي شيء كيف بتاخد او اي توب اي شيء بياخد فلوس، كل عليك انك انت بتلعب الفاينل بس وبتعرق. هذا المطلوب منك لو انت حابب تلعب اللعبة وتجيب فيها بوينتات عالية. بالنسبة للنقاط يا شباب، بالنسبة للنقاط انك انت الفيكتوري رويال لما تجيب الجيم كلياته بتجيب 7 نقاط. بالنسبة للتوب 2 توب 3، توب 2 بياخد 4 نقاط وتوب 3 رح ياخد نقاط، وعندك بقى من توب 4 لتوب 50 بياخد نقطة واحدة، يعني كل ما تجيب من توب 4 لتوب 50 بتاخد نقطة واحدة. وبالنسبة على القتلة، كل قتلة عليها 5 بوينت او 5 نقاط من عندك من القتلة للعشرين قتلة، يعني انت لو جبت 20 قتلة على كل قتلة عم يجي يعطوك 5 بوينت، وبعد منها بيوافوا يعطوك الخمسة بوينت على 20 قتلة، تمام؟ هذا هو نظام البوينت ونظام كل شيء بالنسبة لهي البطولة. البطولة حاليا انا عندي عليها قفل انتم مثل ما ملاحظين، بس انا هلا رح ورجيك كيف تسجل بالبطولة. اول شيء قبل ما اقلكم كيف تسجلوا بالبطولة، الرابط موجود تحت بالدسكريبشن، بدي اياكم تفوتوا على الوصف تحت بالدسكريبشن تبع هذا الفيديو بتلاقوا رابط بتسجلوا منه. انا هلا رح ورجيكم بقى كيف تسجلوا بهذا الرابط. بالنسبة للتسجيل بهذا الرابط، هلا انت دست على الرابط اللي موجود هو تحت بالدسكريبشن اللي هو تبع جوجل او تبع بيانات جوجل. بعد منها بتنزل بتلاقي هيك الاشياء المطلوبة، العنوان البريد الالكتروني. اول شيء يا شباب، العنوان البريد الالكتروني المطلوب هو تبع ايبك جيمز، لا تحط عنوان بريد تاني، اوعى، لازم تحط تبع ايبك جيمز، يعني انت عامل حسابك تبع ايبك جيمز على البريد هاد، بتحط البريد تبع ايبك جيمز حصرا، لا تحط بريد تاني. وبالنسبة للبريد يا شباب، لازم يكون سنك فوق السن القانوني، ولازم تكون مفعل خاصية الـ 2FA لحتى تقدر تشارك بهي البطولة، تمام يا شباب؟ هلا بقى انا شو رح اعمل؟ لحط البريد تبعي اللي هو انا بلعب عليه طبعا البطولة، هاد اهم شي لازم يكون. حطيت البريد الالكتروني اللي انا عامل فيه الحساب تبعي اللي انا بلعب تبع نيمو يوتيوب. طبعا الاسم الاول لازم تحط اسمك الاول حقيقي، لا تحط اسم تاني. بعد ما حطينا فيرست نيم اللي هو الاسم الاول اسمك الحقيقي، واللاست نيم اللي هو اسمك الاخير الحقيقي، طبعا لا تحط اي اسماء. وهي المعلومات لفكرك انه هي خاصة، يعني لا تشاركها مع اي حدا لانه هي المعلومات خاصة جدا. بالنسبة لعيد ميلادك اللي هو الـ date of birth، يعني هو العيد الميلاد، رح اكتب انا مواليدي الحقيقية طبعا. هلا هيك مثل مظاهر امامكم، انا طبعا مغبش الكلمات ومغبش كل شيء. اول واحدة العنوان البريد الالكتروني، تاني واحدة الفيرست نيم اللي هو اسمك الاول، لاست نيم اللي هو اسمك الاخير، والميلاد اللي هو ظاهر امامكم انا كلياتهم مغبشه. هلا انتقل بقى على الخانات اللي تحت. بالنسبة بقى للخانات اللي تحت، هون مكتوب منك الكونتري او البلد اللي انت عايش فيها. الكونتري هي بقى البلد، انا شو بدي اكتب هون؟ بلد، البلد اللي انا عايش فيها طبعا، يعني هي البلد اللي انا عايش فيها كتبتها، كتبت البلد اللي انا عايش فيها. بعد منها هلا شو بيطلبوا منك؟ ان جيم نيم. بعد ما يقولوا لك ان جيم نيم، يعني اسمك باللعبة. انا اسمي باللعبة كلياتكم بتعرفوه، يعني معظم الناس اللي بتفرج على الستريم او هيك بتعرفوا هذا اسمي باللعبة، هاي اسمي باللعبة ظاهر كلات وصح مزبوط. وبعد منه هون بكتبوا تيم نيم. تيم نيم ما ماله، يعني ليف بلانك اف نوت تيم، يعني هون بعمل لك اسم الفريق او اسم شيء قصة انت بتلعب فيها. طبعا هذا الشيء مو لنا، مثلا تي اس ام ان ار جي، هدول كلانات عالية وفرق عالية، ما نبي هذا الكلام، نحن ما عندنا. وقال لك اذا انت ما عندك فريق ما عندك تيم بتقدر تعمل ليف، يعني تخطى هذا الموضوع. انا طبعا رح اتخطى هذا الموضوع ورح اعمل التالي، تمام؟ عرفتوا شو المطلوب منكم؟ هذا كل شيء مطلوب منكم بالترتيب. بعد ما تعمل التالي بكتب لك هي انك انت على شو رح تلعب، على اي سيرفر. انا رح اقول له بقى على السيرفر الاوروبي، اي يو سيرفر الاوروبي او سيرفر امريكا او سيرفر شو، هو ما في اصلا غير اوروبا وامريكا، ما فيش ميدل ايست. بعد منها بتعمل التالي. بعد ما تعمل التاني برد بيطلب منك شغلات تانية. بعد ما يطلب منك الشغلات التانية بيطلب منك ديسكورد يوزر نيم، وبيطلب منك التويتر، واذا ما عندك تويتر بتقدر تعمل ليف كمان. انا رح اكتب له الديسكورد تبعي، هي رح افتح الديسكورد امامكم واكتب له اسم الديسكورد تبعي وقلكم كيف بتجيبوه اصلا للديسكورد. طبعا ما في ديسكورد من غير الهاشتاج اللي هي علامة الشباك، مشان يكون عندكم فكرة، ما في ابدا ديسكورد من غير علامة الشباك، فتأكدوا انه كاتبين الاسم مثلي هيك بالضبط، الاسم كامل بعد منه علامة الهاشتاج الرقم.
ولا هيك بعد منا التويتر انا مالي حابب حط تويتر، بتحط هون يس على القواعد ار يو انترستد مدري شو، تمام هيك بتحط يس وبتحط الديسكورد تبعك هذا اللي بدك تمليهم. بعد منا بتحط التالي، بعد ما تحط التالي بتطلع لك هاي الواجهة امامك، بتحط يس كمان اي اندرستاند ذس ويل ستيل نيد تو سيجن اب ومدري شو لازم تسجيل، بتحط يس وبتحط التالي. بعد ما تحط التالي بقى هون شغلنا السليم، هون بقى عطوك لينك، لينك فور سيجن اب. هذا اللينك يا شباب بيقول لك انه انت هذا اللي انت رح يخليك تسجل باللعبه وتسجل بالبطوله، كل عليك انك انت بتكبس على هذا اللينك او تروح هذا اللينك، هذا اللينك اهم شيء يا شباب. بعد ما كبست على هذا اللينك بيقول لك انه هون الريجستر اللي هو باللون الاصفر الظاهر امامكم، انا ما بدي سجل بهذا الايبك جيمز تبعي، ولكن انا ورجيتك شو لازم تعمل هلا. انا هلا يا شباب الايبك جيمز تبعي مثل اللي ظاهر امامكم فوق نيمو، انا هذا الايميل ما بلعب فيه ابدا، انا هلا رح بدل الاكونت تبعي بعمل سجن اوت وبدل الاكونت تبعي وبحط نيمو يوتيوب اللي انا بلعب فيه طبيعي، تمام لحد الان. لو انت مو هون اللي حاطط ايميلك حط سجن اوت وغير الاكونت تبعك وبعدين بتسجل فيه، انا رح غير وسجل فيه، بتكبس على ريجستر وخلص هيك انت وضعك بالتمام، بتفوت على اللعبه بتلاقي علامه الافن راحت من على الصوره تبع الكومبتيتيف او تبع البطوله. بتمنى تكونوا استفدتوا بالشرح واستمتعتوا ببعض المعلومات، ويا رب هيك حدا ياخذ مركز عالي من هال 250 الف دولار ويقدر يجيب. حاليا ما في غير 39 الف واحد مسجل بالبطوله بالنسبه لسيرفري انا، فعم نستنى ونشوف شو الوضع. بالتوفيق للجميع يا رب، وانا طبعا رح العبها ورح اعمل عليها بس مباشر للبطوله وبس. شكرا لكم وبرعايه الله.